هل تعتقد بأننا قد نكون هنا أمام إمكانية فبركة إسرائيلية من أجل زيادة الخطر فقط وأن يوضحوا للولايات المتحدة الأمريكية بأننا في خطر وعليكم فعل شيء، أم أن المعلومات بتقديرك وأنت صاحب خبرة في هذا المجال هي دقيقة للغاية ويجب أن لا نشك بأن هذه الطائرة انطلقت فعلا من العراق مباشرة إلى العمق الإسرائيلي؟ أنا متأكد بأنها أطلقت على الأرجح من العراق، لأن هناك بيانات على الأرجح، بيانات أولية منفصلة يمكنها أن تثبت ذلك. وحيث أن المجموعات المسلحة في العراق أصبحوا أكثر قدرة وأكثر تدريبا، وأعتقد بأن هذه إمكانية كبيرة. لا يمكننا حقيقة أن نستبعد احتمالية أن إيران نفسها هي التي تطلق هذه الطائرات المسيرة، لأنها أصبح لديها هذه القدرات الفنية. تلك الطائرة المسيرة هي طائرة مسيرة خفية مشابهة للSQ-17، هي قائمة على الSQ-170، والتي هي طائرة مسيرة صممها CIA. واستطاع الإيرانيون حقيقة أن يتهربوا بهذه الطائرة من أفغانستان ليهبطوا بها في إيران، وهذا شيء عالي القدرة والتقنية. وأعتقد أن الإيرانيين لديهم هذه القدرات التقنية ولديهم القدرة على الاستهداف الدقيق. فأنا أعتقد بأن الوضع سوف يصبح أكثر خطرا، والسبب في ذلك هو ازدياد الطائرات المسيرة وازدياد قدرة إيران على إطلاق الطائرات المسيرة، وهي أحد طرق اختراق نظام القبة الحديدية الإسرائيلي، هو ما يسمى ب إرسال مجموعة أو خلية من الطائرات المسيرة، إطلاق عدد كبير من الطائرات المسيرة معا، وهذا سوف طبعا يسبب مشكلة لنظام الرادار، لنظام القبة الحديدية، وسوف يستطيعون اختراق القبة الحديدية. يبدو بأن الطائرات المسيرة حاليا هي لأهداف استطلاع فقط، ولكنها يمكن أن تكون هجومية في المستقبل. سأضيف أيضا بالعودة إلى تعليقك السابق أو سؤالك السابق، أعتقد بأن الإسرائيليين يحاولون إبقاء تركيز الولايات المتحدة على القضية الإيرانية، لأن تركيز الولايات المتحدة حاليا منصب بشكل كبير على أوكرانيا، وإسرائيل تريد من الولايات المتحدة أن تستمر بدعمها لإسرائيل في مواجهة إيران ولحمايتها من الكثير من الهجمات القاتلة من إيران، وأيضا أذرع إيران في العراق وغيرها. فأعتقد بأن الإسرائيليين يحاولون أن يبقوا انتباه الولايات المتحدة على إيران، وفي نفس الوقت بسبب اهتمام الأمريكيين بأوكرانيا، فقد يكون الآن هناك مجال لإسرائيل أن تنفذ هجمات ضد أهداف إيرانية لوحدها، وقد رأينا ذلك داخل سوريا وأيضا من القاعدة السرية في العراق في إربيل، كما قيل لي أنهم استطاعوا حتى أن يستهدفوا بعض المنشآت الإيرانية، ويستطيعون ذلك إن أرادوا. فحقيقة الأمور تصل إلى حافة خطرة جدا، ويجب أن نكون حذرين، وحيث أن كل العالم يصب اهتمامه على أوكرانيا، فتستطيع إسرائيل اليوم أن تخلق هذه الأزمة الأخرى التي أعتقد بأننا سوف نراها تحصل في أصل